السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. كيف العادة، فكرة جديدة كنحاولوا من خلال هذه الفيديوهات نشرحوا شي حوايج اللي يمكن البنات يقدهم في دارو، وغير من أشياء بسيطة ورخيصة. اليوم غادي نشرحوا طريقة صنع ميكروفون احترافي بأشياء بسيطة وموجودة. هذا ميكروفون بلوتوث سون فيل بدون خيط، غادي نهضروا عليه وطريقة صنعه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بسم الله نبداو. غادي يخصنا نيجيات وعصا سيد في قديمة وبونجا، غادي نقطعو الجهة اللي فيها السماعات، حنا بغينا غير الجهة الأخرى اللي فيها الميكروفون بحال هكا كيما كتشوفو. ودابا غادي نحيدو هاد القطعة المطاطية أو الكاوتشو، ومن بعد نحيدو هاد البلاستيكة كما كتشوفوا. من بعد نحيدوا هذا الراس حيت غادي نحتاجوه مازال. باش نركبوا فيه الميكرو ديالنا من بعد نحيدوا هذا اللاصق ولا سكوتش باش نحيدوا ونزولوا هذا الخيط. الاصلي ديال عصا السيلفي نبدلوه بهاد السماعات او الميكروفون. بعد ما حيدنا السماعات منه نحاولوا نحيدوا القطع الزائدة من هذا الراس ديال العصا السيلفي باش يجي الميكروفون مناسب معاه. خد حذاري من الآلة الحادة اللي خدامين بها. هانتوما كيما كتشوفوا نحيدو الجهة الأخرى الزائدة كما كتشوفوا. نجيبو المايك ديالنا نديرو في البلاصة هكا، نحاولو نسعو هاد البلاصة باش يجينا المايك مناسب معاها كما كتشوفوا. الخط واحد المعلومة، ردوا البال لهاد الفتحة حيت هي مناش كيدخل الصوت. ندير الكولا وحط الميكروفون، دير شوية الكولا باش يشد الميكروفون هذاك الراس بحال هكا، خليه يمشي بشوية أو تبدا مزيان إلا مزاكاش.
هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا ودابا نرجعوها لبلاصتها. بلاصتها الأصلية نيت. نحاول نفتحوا هاد العصا هادي باش نشوفوا السلك واش وصلوا ولا لا. نحاولوا نربطوا هاد الخيط او السلك على حساب ما يخرجش من العصا. دابا ناخذوا القطعه ديال التحت نزولوا منها واحد طرف صغير على حساب منين يدوز الخيط. نرجعوها لبلاصتها من بعد نرجعو القطعة المطاطية لبلاصتها حتى هي. هانتوما كما كتشوفوا ناخذ بونجا كما كانت ونقطع منها واحد الجزء على حساب الميكروفون ديالنا. بحال هكا نحاولو نقدوها باش تجي دايرة من الجناب تجي روند. كاد كدا بطريقتك ندير فيها الشكل اللي بغيتي تكون كبيره ولا صغيره. المهم تجينا غير قد الميكرو خص داك الميكرو يدخل ما كيهمش تكون كبيره ولا صغيره. انتما كتشوفوا الشكل ديالها. من بعد نديروا واحد الفتحه على حساب الميكروفون العبار ديال الميكروفون. نحاولوا ندخلوا الميكروفون في بلاصتو. هانتوما كما كتشوفوا المايك ديالنا كملناه الشكل ديالو انيق. وكاين نفس الميكروفونات الاحترافيه اللي كتباع بثمن غالي. وعندو هاد الميزه ديال الزياده في الطول كما كتشوفوا. النهائي ديالو. كنتمنى تعجبكم الفكرة الإخوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.